ماذا تتوقع أن يأتي في خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله هذا المساء بعد هذه العملية ومن خلال ما تسمعه وتشاهده على ربما الإعلام الموالي لحزب الله حول أنه الرد جاء على مقتل فؤاد شكر وأنه كان ردا ناجحا وقويا، فما الذي نتوقعه؟ طبعا سيتحدث عن طبيعة هذه العملية التي حصلت في الصباح، وهي بالفعل عملية مركبة. رأينا يعني بعض الصواريخ، وربما هي صواريخ قديمة كاتيوشا لعملية إلهاء بقصف مواقع قصفت في السابق لسكن عسكرية إن كان في جليل أعلى أو في جولان، لكن بتمرير مسيرة نحو هدف ما. أعتقد أن المهم في هذه الكلمة سيحدثنا ما هو الهدف الذي استهدفته عملية حزب الله. طبعا هناك تقارير تقول أنه منشأة للموساد، منشأة للرصد والاتصالات، وطبعا سمعنا بعض الدوائر الإسرائيلية التي تتحدث عن إصابة سفينة ومقتل جندي فيها. باعتقادي سيتحدث إذا كانت فعلا العملية تستهدف مقرا للموساد في شمال تل أبيب أو في شمال إسرائيل، معنى ذلك أن الحزب لديه القدرة على خرق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، أن لديه القدرة على الوصول على أهداف حساسة وخطيرة، وبالتالي هي رسالة كبيرة لإسرائيل ولمن يقف وراءها بأننا في إمكاننا أن ننزل بكم خسائر كبيرة. أنتم وصلتم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفتم هدفا كبير وقيادي كبير في الحزب، نحن أيضا نستطيع أن نصل إلى قلب إسرائيل ونستهدف أكثر أماكنكم حساسية وأكثر أماكنكم يفترض أنها أمينة. وبالتالي طبعا يعني هذا يعني كأنه يقول للإسرائيليين إذا كنتم قادرين على إيلامنا نحن أيضا قادرون على إيلامكم بالطريقة نفسها وربما أشد، فلذلك يجب أن تحسبوا ألف حساب قبل أن تبادروا إلى مزيد من عمليات الاغتيال، قبل أن تبادروا إلى مزيد من عمليات خرق القواعد. طبعا هذا في الشق الأمني المباشر، حتما هناك شق له علاقة بالسياسة، خصوصا أننا نحن في ظرف مفاوضات، وعلى ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي مصر حتى هذه اللحظة على إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات فقط لا غير. هو يستكمل عملية إبادة غزة، هو يستكمل عملية تطويق وتقليم الضفة الغربية، وهو أيضا لديه مشروعه في لبنان بالنسبة لتطبيق رؤية خاصة للقرار 1901 وإبعاد حزب الله قدر الإمكان عن الحدود وضرب صواريخه الدقيقة ومخازن أسلحته. فباعتقادي هذا الخطاب سيشمل كل هذه النواحي المجتمعة ويحدد موقفه من المرحلة المقبلة. أنا أعتقد أن ما حصل اليوم هو مجرد محطة في عملية كبيرة، الحرب على الجبهة اللبنانية قبل 10 أشهر، هذه محطة من محطاتها وهي محطة خطيرة، وأعتقد أن هذه الحرب أيضا مرشحة للاستمرار أكثر وأكثر في الفترة المقبلة مع الأخذ كل الاحتمالات في الموضوع. طيب. طبعا أعتقد أنه سيتطرق إلى الجانب الإقليمي لأنه على ما يبدو صار موضوعا أساسيا في هذه الحرب. طيب هذا فيما يتعلق بما هو يعني متوقع من كلمة لأمين عام حزب الله وسياساته بعد هذه الضربة. سيد فراس ياغي، في هنا بعض التصريحات لبعض الشبكات الإسرائيلية والإذاعة الإسرائيلية اللي بتتحدث عن أنه وأنقل عنها أنه إذا كان حزب الله يعتبر أنه هذا الرد كافي على مقتل فؤاد شكر فالموضوع ممكن يتسكر يغلق، يعني ما يعني ممكن إسرائيل إنها يعني تغض الطرف وتقول ماشي كويس وصلوا وعملوا وكذا ويغلق الملف. هل تعتقد إنه فعلا إسرائيل ممكن أن تغض الطرف عما حصل اليوم، خصوصا وأنها تنفي إنه يعني تم إصابة أي هدف عسكري حساس أو مهم أو حيوي؟ مساء الخير وتحياتي لك وضيفك الكريم وللمشاهدين. يعني واضح جدا أنه من التضخيم الإعلامي الذي قامت به الوسائل الإعلام الإسرائيلية حول مفهوم الضربة الاستباقية وحول ما حدث من قبل حزب الله تجاه إسرائيل، أن إسرائيل تريد امتصاص
الضربة التي وجهها حزب الله إلى داخل الإسرائيلي. وواضح أن الطرفين لا يريدوا الذهاب باتجاه حرب واسعة وشاملة ما بين إسرائيل وبين حزب الله في داخل المنطقة. لذلك نرى الإسرائيلي يتحدث بأنه إذا كان هذا الرد يكفي حزب الله فنقفل مسألة فؤاد شكر. حزب الله تحدث وقال هذا رد أولي، وعندما قال عن الرد الأولي كان يقصد مسألتين. المسألة الأولى أن إذا ما قامت إسرائيل بالرد فهو سيرد بعد ذلك، والمسألة الثانية أن هناك قد تكون جبهات أخرى سوف ترد على الداخل الإسرائيلي، بما معنى أن إسرائيل دخلت في حرب استنزاف مع كافة الجبهات المتعددة في داخل المنطقة. وهذا ما حذر منه الجنرال إسحاق بريك بهذا الخصوص، والذي قال أن استمرار حرب الاستنزاف مع حماس وحزب الله والجبهات قد يؤدي إلى انهيار إسرائيل عسكريا واقتصاديا. لذلك كان يطالب بالذهاب إلى صفقة لأجل أن تقوم إسرائيل بترتيب أوضاعها الداخلية بهذا الخصوص. أنا شخصيا أرى أن هناك لمسات أمريكية فيما يحدث على مستوى ما بين حزب الله وما بين إسرائيل. هذه اللمسات الأمريكية تأتي تحت عنوان أن إسرائيل استطاعت أن تفشل ضربة حزب الله على المواقع الإسرائيلية في الداخل، وفي نفس الوقت حزب الله يتحدث أنه نجح في ذلك، وبالتالي كل يزعم بأنه قد استطاع. سادياري، هذا بذكرنا أمام الرد الإيراني، الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني لما أطلقت إيران عشرات الصواريخ والأهداف على إسرائيل، وكل طرف قال الرواية أو السردية التي تناسبه في ذلك الوقت. مش كأنه نفس الحادث؟ هذا صحيح، كل يتحدث عن روايته، ولكن الآن عندما نسمع خطاب نصر الله الساعة 6 مساء، وكان هناك إثباتات يثبتها حزب الله مصورة، وعادة يكون لديه إثباتات في العمليات التي يقوم بها، المسائل سوف تتغير. بعض الإعلاميين في الداخل الإسرائيلي نصح وطالب بالحديث عما حدث خوفا من أن يكون هناك إحراج لإسرائيل في خطاب نصر الله الساعة 6 من هذا المساء. أيضا إسرائيل هيوم تحدثت عن أهمية وضرورة العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة، عندما أشارت بأنها إذا كان هذا يرضي حزب الله فقد انتهى، ونقفل مسألة الرد والرد المقابل من قبل إسرائيل. أريد أن أضيف مسألة. منذ الصباح هناك تضارب في الأحاديث، تحدثت إسرائيل عن وجود 6,000 صاروخ وتم ضربها. تامير هيمن رئيس مجلس الأمن القومي قال لو كان هناك 6,000 صاروخ لأصبحت هناك حرب شاملة. نيويورك تايمز تحدثت عن الاستخبارات الأمريكية وأبلغت إسرائيل بوجود 150 صاروخ سينطلق إلى موقع استراتيجي في داخل تل أبيب. في نفس اللحظة يتحدث حزب الله عن عملية تضليل كبيرة قام بها أمام الجانب الإسرائيلي. لذلك حتى الآن نستطيع القول أن الأنباء كلها متضاربة، وكل له حكايته، ولكن في واقع الأمر يثبت بأن الطرفين لا يريدوا الانجرار نحو حرب شاملة في المنطقة. ويثبت للأمريكي الآن بعد هذا الرد بأن المعضلة في قطاع غزة، وأن على أمريكا أن تتحرك أكثر وأكثر وتضغط باتجاه الذهاب إلى صفقة، لأن الذهاب إلى صفقة هو الذي سيؤدي إلى تبريد الإقليم وتبريد هذه التوترات. وبغير ذلك ستعود المسائل كما هي. حزب الله أعلن أنه سيعود إلى ما كان عليه سابقا، جبهة إسناد لقطاع غزة. ومعنى جبهة الإسناد أن الميدان قد ينجر ويجر إلى سيد ياغي، ما يؤدي إلى بدي منك سريعا قبل أن أعود بيروت، لأنه الآن وصلنا تصريحات من مدير مكتب نتنياهو، ونتنياهو بيقول أنه إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد فيما يتعلق بالجبهة الشمالية ولبنان. هل هذا يعني أنه في استعدادات لعملية أو تصعيد برأيك، ولا الموضوع هذا للخطاب الداخلي؟ لا، هذا تحضيرا للخطاب الذي سيلقيه نصر الله الساعة 6، لأنه قد يكشف بعض الأمور التي إسرائيل لا تريد الكشف
عنها وما حدث من رد لحزب الله. لاحظ أن هناك إحدى الطائرات المسيرة أصابت زورق، وهناك حدث في نهارية. هناك الكثير من القضايا حتى الآن عليها تعمية، ويوجد هناك رقابة عسكرية على كل حديث، لدرجة أننا عندما نقرأ أي خبر يكتب عليه بموافقة الرقيب العسكري. هذا يشير بأن المسألة ليست كما هي في وفقا لموضوع التضخيم الإعلامي الإسرائيلي الذي تحدثت عنه منذ هذا الصباح. لكن أنا كمان مرة أؤكد بأن الأمريكي معني بوقف التصعيد، ومعني بإنهاء التوترات في داخل الإقليم. لذلك الأمريكي يريد كل أن يقول روايته، ومن ثم تنتهي المسألة عند هذه المسألة، ويتم التفرغ باتجاه كيفية الذهاب إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. طيب سيد أمين قموريه، لو سألتك هنا عن هذا السيناريو، فعلا أنه ممكن يكون في الآن ترتيب أو ترتيبات أمريكية للتهدئة من خلال فعلا ما حدث، تكرار ما حدث بين إيران وإسرائيل، وأنه كل واحد يعني يحكي سرديته وننتهي، ربما هذا يكون برأيك أولا، هل هذا فعلا ممكن أن يكون حدث أو يحدث؟ وهل هذا يمهد إلى أنه إحنا ممكن نشوف انفراجة في مباحثات غزة إذا كانت هذه الترتيبات صحيحة، ولا يعني لا الموضوع رح ينفجر لأنه خرج عن السيطرة؟ ما رأيك سيد أمين؟ طبعا الكل يتمنى أن تنتهي هذه الحرب يعني، لكن بالنسبة لما يجري بين حزب الله وإسرائيل ليس تماما مثل ما جرى بين إيران وإسرائيل، على الأقل بالشكل يعني. نحن هنا جبهة، وهذه جبهة مفتوحة منذ 10 أشهر، وأي خطأ على هذه الجبهة من شأنه أن يجر إلى أشياء لا نعرف ما هي يعني. سقط صاروخ في مجدل شمس، اندلعت مواجهة مستمرة منذ شهر، لو كانت ليست حامية لكن على الأقل أثارت اضطراب العالم في مسألة مهمة، هي ما العلاقة بين إسرائيل وأمريكا؟ هل فعلا أمريكا حتى هذه اللحظة تقول أنها تريد وقف هذه الحرب، لكن ماذا فعلت لوقف هذه الحرب؟ يعني من جهة نرى رئيس الأركان الإسرائيلي موجود في داخل إسرائيل كأنه يدير عمليات، الزوارق والبوارج والأساطيل الأمريكية موجودة في المنطقة وكل الدعم لإسرائيل. لو قالت أمريكا أنها ستسحب هذه القوى، هذه الأساطيل وهذا الدعم، أعتقد أن الإسرائيلي يفكر بطريقة مغايرة. حتى الآن لم نرى ضغطا أمريكيا حقيقيا من شأنه أن يوقف الحرب في غزة، لم نسمع سوى الكلام، وباعتقادي أن الأمريكي قادر، فعلا الأمريكي قادر بكلمة واحدة أن يفرض على إسرائيل مسارا معينا. وفي السابق جرت الكثير من الأمور التي ضغطت فيها الولايات المتحدة على إسرائيل، يعني منذ حرب 56 روزفلت وبن غوريون، في حرب لبنان 82 حدث الأمر نفسه بين ريغان ومناحيم بيغان، جورج بوش الأب وشامير في موضوع المستوطنات، باستطاعة أمريكا فعلا أن تفرض على إسرائيل. المشكلة كأن إسرائيل التي كانت زند وجسر إسرائيل إلى هذه المنطقة باتت تحتاج فعلا إلى حماية أمريكية. السؤال، هل أمريكا توفر الحماية لإسرائيل لتنفذ مآربها وما تريده، بمعنى تصفية القضية الفلسطينية بشكل أو من الأشكال تمهيدا لنظام إقليمي جديد، أم فعلا الأمريكا قادرة على وقف الحرب؟ حتى هذه اللحظة يعني مسألة المفاوضات تجرجر منذ أيام وأيام، ولا يبدو في الأفق أن هناك شيء حقيقي في هذا الموضوع. يعني حين لحظة أن الموضوع يقف عند موضوع فيلادلفيا، لحظة يتوقف عند موضوع نادرام، لحظة يتوقف عند موضوع عدد المخطوفين وأين سيذهبون. طيب، في النهاية هناك حجة إسرائيلية دائمة للاستمرار في هذه الحرب. وأعتقد أن نتنياهو ليس خوفا من المحاكمة، حتما ليس خوفا من المحاكمة، إنما هو العقل الإسرائيلي. هذا العقل الإسرائيلي يريد حلا، يعتبر ما حصل في طوفان أقصى أشبه ب 11 أيلول، يريد حلا كبير على حساب الفلسطينيين، وربما أيضا على حساب كل المحيط. هذا قد ينتهي بتسوية ربما، لكن على الأقل لا يبدو حتى هذه اللحظة أن بوادر هذه التسوية صارت على الأبواب. صحيح. طيب اسمح لي هنا سيد، إن كان بالواسطة أو بغير الواسطة. طيب هناك دائما حجة إسرائيلية للتهرب من حل سياسي في غزة وفي المفاوضات. أيضا هناك من يقول بأنه دائما في حجة
إيرانية لعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية. سيد فراس ياغي، هناك من يقول بأنه إسرائيل عندها تقارير، احنا دائما بنسمع هاي التقارير من إسرائيل ونا نعرف مدى يعني حقيقتها، لأنه من 10 سنين ونتنياهو بقول أنه إيران يعني ستحصل على القنبلة النووية بعد أسبوع بعد شهر. الآن هناك من يقول بأنه إسرائيل عندها إشارات أنه إيران اقتربت من الوصول إلى القنبلة النووية، وبالتالي هي من مصلحتها أن تجرها الآن إلى حرب وأن تضربها، وأنه إيران مش رح ترد لأنها منشغلة بحماية مشروعها النووي، وبالتالي هذه حجة جديدة لإيران حتى لا ترد على أي هجوم إسرائيل وتترك الرد لحزب الله أو الحشد الشعبي أو الحوثيين. هل فعلا هذا ما يحرك نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي حاليا، هذا السيناريو؟ يعني هو نتنياهو حلمه أن يكون بتوجيه ضربة إلى طهران ولكن وضرب المنشآت النووية في داخل إيران، ولكن لا يستطيع القيام بذلك دون أن يكون هناك غطاء مساعدة أمريكية مباشرة في هذه المسألة. لا تستطيع إسرائيل لوحدها مواجهة إيران إلا بالشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا أشير إلى بعض القضايا، بأنه بعد أن قامت إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية في داخل طهران وبدأت حملة الوساطات لمنع الرد، أيضا أثناء حملة الوساطات كان هناك تهديد لإيران باستخدام النووي في حالة إذا ما قامت إيران بالرد على إسرائيل. وبعض التقارير جاءت بأن إيران نفس الرد ونفس التهديد ردت من خلال الوسطاء على التهديد الذي وصلها. هذا يقلق في الجانب الإسرائيلي بشكل كبير بأن المسألة ليست فقط أنهم على أعتاب النووي، أنهم قد يكونوا قادرين على صنع النووي بهذا الخصوص. لذلك يضغط نتنياهو أثناء زيارته لواشنطن، رأينا كان دائما حديثه عن إيران ومحور إيران وأنه يحارب باسم الغرب ومندوبا عن أمريكا وعن كل أوروبا وعن دول الإقليم ضد إيران. هذا ما كان يقوله نتنياهو عندما سئل من هو الخطر الوجودي على إسرائيل، ورقم واحد كان إيران، وثانيا إيران، وثالثا إيران. نعم هناك هاجز لدى نتنياهو بهذا الخصوص، ولذلك نتنياهو يحاول أن يصعد الوضع في داخل المنطقة لكي يورط الأمريكي في معركة ضد إيران، والأمريكي لا يريد أن يتورط. يعني الأمريكي يذهب إلى الانتخابات، أي تورط أمريكي في داخل المعركة قد يكلف حملة هاريس الانتخابية يعني ثمنا باهظا أمام ترامب، لأن الشعب الأمريكي 55% من الشعب الأمريكي لا يريد دخول الجيش الأمريكي في أي حرب في داخل المنطقة. لذلك يحاول الأمريكي ويضغط باتجاه الذهاب إلى صفقة. طيب سيد أمين قمورية، أنت كمراقب ومتابع في لبنان وبلدك يعني الآن بشكل ما متورط في هذه الحرب، اليوم إسرائيل تقول أنه طهران هي التي أعطت الضوء الأخضر لحزب الله للقيام بهذه العملية، الأنظار تتجه إلى طهران. ينشر الإمام الخامنئي على حسابه يعني أكثر من تغريدة تتحدث عن المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية مستمرة ولا نهاية لها. كيف ممكن نفهم يعني أنت الآن جالس في لبنان وكيف تفهم هذا التأطير وهذا الإسقاط التاريخي الديني على ما يحدث اليوم وتقسيم المنطقة إلى يزيديين وحسينيين؟ وأين تقع إسرائيل في هذا التصنيف؟ ولماذا وإلى متى يجب قبول هذا التصنيف أصلا؟ يعني أنا أولا عبر بي يعني لا أؤمن بمثل هذه التصنيفات. بالنسبة لي إسرائيل هي وتد في هذه المنطقة، هي دقة يعني لتخطيط هذه المنطقة، وأعتقد أن الحل الوحيد لمواجهة هذا المشروع هو مشروع أكبر بكثير من مجرد وجود دولة لليهود. هذا مشروع استعماري كبير، وأعتقد أن لا خلاص منه إلا بتضافر القوى العربية، أولا بوحدة الفلسطينيين، ثانيا بموقف عربي شجاع من هذا الموضوع، لأن العرب منذ قيام هذه الدولة وحتى الآن يعني يدفعون الثمن. بالنسبة لإيران، إيران في النهاية هي دولة أقليمية، وبهذا الفراغ تجد نفسها تبحث عن دور. طبيعي تركيا أيضا تبحث عن دور
العرب يفترض أن يكون لهم دور. بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لإسرائيل وإيران، الاثنان يتنافسان على ما يعتبرانه نفوذا إقليميا. طبعا كل من القوى تحاول أن تحمي نفوذها الإقليمي بالنووي، والنووي هنا حجة. بالنسبة لإيران هذا يوجد تناقض واضح مع إسرائيل، بغض النظر إذا كنا نتفق مع سياساتها أم لا يعني. فبالتالي إيران عندما تتخذ موقف من هذا الموضوع تحسب ألف حساب قبل الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل. المواجهة المفتوحة مع إسرائيل معنى ذلك أنها قد تخسر كل نفوذها الإقليمي، لا سيما إذا وقفت الولايات المتحدة إلى جانب إيران. لذلك هي تحاذر الدخول في مواجهة ليست بتوقيتها. ترى أن كل المحاولات اليوم هي جر إسرائيل، محاولات إسرائيل جر إيران إلى معركة بالتوقيت الإسرائيلي، وهذا بالنسبة لإيران من المحتم أنها ترفض الإنجرار إليه. لذلك هي تستخدم وسائلها، هي تستخدم أدواتها. لكن حتى إيران تدرك تماما أن فيما يتعلق بحزب الله، حزب الله هو الجسر الأساسي لهذا النفوذ الإقليمي، هو العمود الفقري لهذا النفوذ الإقليمي. وبالتالي إذا ما ضرب حزب الله كل هذا النفوذ الإقليمي لا يجدي نفعا، كل السلاح النووي الإيراني عندها لا يجدي نفعا. فلذلك هي تمارس سياسات متنوعة براغماتية إلى حد كبير، من جهة ترسل برسائل للولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه بنفسه تحاول قدر الإمكان على الحفاظ على مواقعها. طبعا طيب. نتنياهو درك تماما هذا الوضع، لذلك يركز على إيران. لذلك نسمع نتنياهو بأنه هو لا يواجه حماس ولا يواجه حزب الله، هم خصوم صغار، الخصم الكبير هو إيران، سمعناه يقول ذلك في الكونغرس. لذلك يحاول كل تركيز الأنظار إلى إيران ودفع الولايات المتحدة للانجرار معه إلى معركة تكسبه نفوذا إقليميا أساسيا في المنطقة، وهكذا تصير إسرائيل اللاعب الأقوى والوحيد في منطقة الشرق الأوسط. طيب سيد ياغي، هنا الآن في هذه الحكومة الإسرائيلية في متابعة، احنا بنشوف احيانا انه في خلافات بين وزير الدفاع ونتنياهو، بين رئيس الشباك. يعني في أخبار بتقول أنه هو سيقيل وزير الدفاع اليوم، سيقيل رئيس الشباك والموساد، دائما نقرأ هذه الشيء. ولكن في الاستراتيجية في العسكرية هنا بنشوف أنه في تنسيق وحتى سباق. يعني اليوم كل واحد من رئيس هيئة الأركان أو نتنياهو، كل واحد بيقول أنه هو أشرف بنفسه على هذه العملية الاستباقية. كيف نفهم هذا الموضوع داخل الخلافات الموجودة في الحكومة نفسها والتنسيق عسكريا لهذه الضربات والموافقة عليها؟ يعني أولا دعني فقط أشير أن هناك يعني خبر يقول بأن إسرائيل أرسلت عبر وساطات لدول أجنبية بأنها لا تريد التصعيد في مع حزب الله، يعني بما معنى أنها لا تريد الذهاب إلى حرب شاملة. ثانيا في مسألة المزايدات ما بين النخب في الداخل الإسرائيلي مرتبطة دائما عادة بسياسة داخلية في داخل إسرائيل، وهي مسألة تكتيكية أكثر من كونها استراتيجية. المسائل الاستراتيجية هناك اتفاق عليها، ولكن الخلاف في كيفية الوصول إلى هذه الاستراتيجية. يرى قيادة الأمن والقيادة السياسية بأن ما يقوم به بعض الوزراء المجانين في داخل الحكومة في الضفة الغربية هذا ضد الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل كبير، وبالتالي هم يضغطون على نتنياهو لإيقاف تصرفات مثلا بنغفير وسموتريتش والمستوطنين في داخل الضفة الغربية، ولكن لا يستطيع نتنياهو القيام بذلك نتيجة لطبيعة الائتلاف الحاكم الموجود. يرى جالانت بأن والجيش بأن الأهداف استنفذت في قطاع غزة، وأن قطاع غزة لن يشكل تهديد على إسرائيل بالمطلق خلال عقد قادم بالحد الأدنى، وأن الجيش قادر على العودة إلى قطاع غزة متى يريد ومتى يشاء. ولكن نتنياهو يرفض ذلك لأن ذلك سيسقطه من الحكومة الإسرائيلية، أو قد يؤدي إلى سحب الثقة منه في داخل الكنيسة. لذلك طبيعة الصراعات الداخلية هي التي تحكم في العلاقة ما بين الأطراف والتجاذبات الداخلية. أما من حيث المفهوم الأمني الاستراتيجي هذا متفق عليه، يعني هناك إجماع
تقريبا على أنهم يرفضون الدولة الفلسطينية. 99 عدوا كنيست قالوا لن نقبل بدولة فلسطينية إلا عبر تفاوض. 68 عدوا كنيست قال لن نقبل بالمطلق دولة ما بين البحر والنهر إلى جانب دولة إسرائيل وفي قلب دولة إسرائيل. وبالتالي في مفاهيم استراتيجية متفق عليها ما بين الجميع، ولكن في خلافات تكتيكية. لاحظ المحبطين في إسرائيل، المحبطين في إسرائيل محبطين لأنهم يريدون من الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بعملية كبرى في داخل لبنان. جاي حازوت اللي كان رئيس لجنة الاستقصاء في داخل إسرائيل يتحدث وقال إسرائيل أصبحت ملطشة في الشرق الأوسط، وبالتالي علينا أن نقوم باحتلال المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني. بما معنى هناك تفكير بأن هذه الحكومة مقصرة بمفهوم الردع الاستراتيجي، وأن الردع الاستراتيجي لهذه الدولة لا يمكن أن يأتي إلا عبر هزيمة حزب الله في المنطقة، وليست هزيمة حركة حماس. قصة القضاء على حركة حماس هذه قصة سياسية لنتنياهو يستخدمها من أجل عدم اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة لدولة إسرائيل. لاحظ ماذا يقول رؤساء المجالس الإقليمية في منطقة الشمال، يقولون هذه عملية اسمها سلامة تل أبيب، هذه عملية الصبح، وأين سلامة الشمال؟ لذلك أخذوا قرار بمقاطعة كافة المسؤولين الإسرائيليين بهذا الخصوص. إذن التجاذبات هي في أساسها داخلية وليس حول المفاهيم الاستراتيجية. سيد أمين قموريه، إذا بدنا نحكي الآن عن التداعيات الداخلية لما يحدث، يعني كان في اجتماع للحكومة، كان في دعوة للعودة إلى قرار مجلس الأمن، شفنا قبلها كتير وسطاء فرنسيين وأمريكيين وصلوا. هل تعتقد أنه إذا أعلن أمين عام حزب الله أنه هذا هو الرد على مقتل فؤاد شكر وبالتالي إحنا منسكر ملف الرد، هل تعتقد أنه في مجال لأن يأتي الوسيط الأمريكي هذه المرة ويأخذ جواب مختلف من لبنان؟ أعتقد أن يعني لا يوجد، غدا سنعود إلى قواعد الاشتباك السابقة، لكن هذا لا يلغي بالضرورة إمكانية العودة إلى التصعيد، لا سيما في غياب اتفاق أو على هدنة أو على صفقة تبادل في إسرائيل، وفي غياب موقف أمريكي حاسم. بالنسبة للبنان الموقف واضح جدا، وقف الحرب في غزة يليها مباشرة وقف النار في لبنان وتطبيق القرار 1701، وهذا التطبيق ينطبق على الجانبين، مثل ما ينطبق على الجانب اللبناني ينطبق أيضا على الجانب الإسرائيلي، وأن يشمل تطبيق 1701 انسحاب إسرائيلي من كل النقاط المتنازع عليها. عندها لا يوجد مشكلة. في السابق كان هناك اتفاق ترسيم حدود كان منجز، يعني فبالتالي عندما تقف الحرب في غزة أعتقد أنه في اليوم الثاني سيكون هدوء، وأعتقد أن الذين نزحوا من كلا الجانبين سيعودان إلى بيوتهم. طبعا بالجانب الإسرائيلي يريد ضمانات، لكن أيضا الجانب اللبناني من حقه أيضا أن يطلب ضمانات. الإسرائيلي تخرق الأجواء الجوية كل يوم والبحر أيضا كل يوم، إسرائيل تتصرف كأنها لا تزال تمتلك جزء من الأرض اللبنانية وهي بالفعل تحت الأرض اللبنانية. باعتقادي عند نزع هذا الفتيل تنتهي الأمور بين الطرفين ببساطة. أنا يعني بس سيد أمين قموريه، لأنه ما يحدث في غزة، يعني حتى لو إحنا بنتكلم عن 6 أسابيع من الهدنة لا نعلم بعد ذلك ما الذي يمكن أن يحدث، لكن هل إذا لو صار في اتفاقات مع إسرائيل بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدود هون خلال هذه الفترة، هنا حزب الله سيفقد حجته ربما في المستقبل إذا صار في يعني كسر لوقف إطلاق النار في غزة. عندما تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية عندها مشكلة بحزب الله مع الداخل اللبناني، لا أعتقد أنه سيكون لديه حجة، لكن من الواضح أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك في الأفق ما يشير إلى وقف نار قريب. يعني من الواضح أن الأمور قد تتجاوز مسألة الانتخابات الأمريكية إلى ما بعد تسلم الرئيس الأمريكي منصبه مجددا، لكن على كل الأحوال لا نزال نعلق آمال كبيرة على هدنة ما في غزة. الهدنة هي مفتاح الأمور، فعلا الهدنة في غزة هي مفتاح الأمور، مع الإدراك مسبقا أن نتنياهو لن يقبل بهذه الهدنة. لديه أمرا ما يتعلق بموضوع الفلسطيني في الداخل لا يزال يريد استكماله. المشكلة ليست في غزة فقط، المشكلة الحقيقية هي ما يجري في الضفة الغربية.
طيب خليني أختم مع سيد فراس ياغي في ثلاث دقائق ربما أو نكمل فيها في موضوع فعلا السياسة الداخلية عشان نوضح أكثر. يعني كان في حديث عن أنه يائير لابيد ممكن أن يشكل مع بعض الأحزاب الحريديم شبكة أمان أو غير ذلك، أو أنهم يأخذوا مكان اليمين المتطرف الممثل بسموتريتش ووزير الأمن الداخلي في إسرائيل. هل ما زال الحديث عن هذا؟ لأنه هناك من يقول أنه لو توفر لنتنياهو دعم يعني في الكنيست ممكن أن يذهب إلى صفقة ويتجاوز تهديدات اليمين المتطرف حليفه في الحكومة. لا، هو سابق كان يعني يائير لابيد عرض عليه شبكة أمان لمدة سنة وليس فقط من أجل الصفقة. نعم، إذا كان لدى نتنياهو توجه باتجاه الصفقة سيحصل على شبكة أمان كاملة، ليس فقط من يائير لابيد وإنما أيضا من حزب جانتس في داخل الكنيست الإسرائيلي، وبالتالي نتنياهو سيكون في سيف سايد بالنسبة لحكومته وسيبقى في داخل الحكومة. لكن نتنياهو واضح أنه لا يريد الذهاب باتجاه الصفقة، لأن نتنياهو هو الذي يعطل ويضع شروط ويرى في محور فيلادلفيا بأنه استراتيجي سياسي. يعني في تعريف ذلك، إذا كانت قيادة الجيش والأمن لا يرون فيه خطرا أمنيا ويدعون ويطالبون بالانسحاب، ونتنياهو يقول لهم أن هذا قرار سياسي وأن هذا استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، إذن ماذا يريد؟ يريد فتح اتفاقيات كامب ديفيد من جديد لبحث موضوع المحور مع جمهورية مصر ومصر ترفض ذلك، يريد إبقاء الجيش مخالف للقانون وللاتفاقية الدولية ما بين مصر وما بين إسرائيل، يريد البقاء في نتسريم وهذا البقاء مخالف عفوا لاتفاقية الثاني من تموز. لكن في واقع الأمر نتنياهو هو الذي يعرقل ويضع العصي في الدواليب، وبالتالي لو أراد صفقة نعم لا يحصل على شبكة أمان كاملة، ولكنه هو متخوف من الذهاب إلى صفقة حتى في المرحلة الإنسانية، لأنه يعتقد أنه بعد 42 يوما قد لا يسمح له المجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحدة باستئناف القتال في داخل قطاع غزة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن خلال فترة هذه الهدنة ستدخل كل المنظمات العالمية والإغاثية إلى الداخل الغزي وسوف ترى حجم الكارثة الكبرى التي يعاني منها قطاع غزة، لذلك يطالب برسالة تعهد رسمية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وموقعة من البيت الأبيض تفيد بأنه يحق له استئناف القتال بعد 42 يوم من وقف القتال إذا ما ذهبوا إلى الهدنة الإنسانية. حتى الآن في الداخل الإسرائيلي لا يوجد هناك إمكانيات ووسائل للضغط على نتنياهو. أعطيك مثلا شيء مهم، لو عرض نتنياهو الصفقة الآن على الكابينت الأمني والسياسي لأخذ غالبية. يعني لدى نتنياهو غالبية من وزراء الليكود ومن أحزاب الحريديم في داخل الحكومة الحالية، فقط من يعارضها الصهيونية الدينية وعصمات يهودية ونتنياهو، لذلك لا يوجد صفقة حتى الآن، ولذلك لا يوجد توجه جدي من قبل إسرائيل بالذهاب نحو وقف إطلاق نار دائم في داخل قطاع غزة. وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيفرض على نتنياهو خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، ونتنياهو لا يريد أن يتحدث عن خطة سياسية لما بعد الحرب على قطاع غزة. لو كان نتنياهو فعلا جدي في الذهاب نحو تسوية سياسية في داخل المنطقة، وفعلا كما قال سيد أمير بأن العيون على الضفة الغربية، لكان وافق على مسألة عقيدة بايدن عندما طرح مسألة الدولتين لشعبين وطرح مسألة إدخال إسرائيل إلى المنطقة بشكل طبيعي بمفهوم التطبيع. واضح أنه ما زال الموضوع مفتوح، وهذه صور مباشرة من جنوب لبنان لبعض عمليات القصف الإسرائيلية التي استؤنفت الآن. على كل هذه الساعة من التغطية انتهت، أشكر فيها ضيفي، كان معي من القدس الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي، وأشكر أيضا ضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي أمين قموريه.